بص شفتي شفتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش ساحر بس ده كتكوت معايا. كتكوت النعام طبعا يوصل وزنه من 90 ل 120 في خلال سنه. اسره النعام طبعا بتكون مكونه من ذكر وانثيتين. لو هي اسره كويسه ومن مكان كويس يعني وكده والتغذيه تمام، مش هتطلع لها اقل من 60 كتكوت في الموسم. يعني كل انتايه هتطلع 30. بعد البيض اللي هو غير مخصب ما تخافش. حاجه بس يعني انا بدات دلوقتي باسرتين، الاسره الواحده عباره عن كتكوت وانتايتين وكتكوت تاني وانتايتين، دول اسرتين. كتكوت طبعا زي ما قلت لك بيوصل وزنه من 90 ل 120 متوسط 100 كيلو في خلال سنه. لا انا مش بخرج نعام كبير، انا ممكن اخرج لحم نعام، بصدر لحم نعام بره مصر، لكن انا دلوقتي بصدر كتاكيت نعام بره مصر. الناس بتطلب مني كتاكيت يا كتكوت جوه البيضه ولا بره البيضه؟ كتاكيت بره البيضه. عمري اسبوع وعمري اسبوعين وشهر وشهر ونص. بكام الكتكوت بيخرج بره مصر؟ السعر يعني وكده يعني ولا ايه؟ سعر الكتكوت بيخرج بالدولار بره مصر بكام؟ ما اقدرش اقول لك على الكلام ده، كلمني عن اللي عندنا في مصر. ده ملوش سعر معين. ملوش انت وشطارتك يعني. ملوش سعر معين. انت وشطارتك مع الزبون. انت وشطارتك كتكوت عموما من هنا بكام في مصر؟ الكتكوت حاليا دلوقتي سعره 1250 جنيه عمر اسبوع. اللحم الموجود في النعام بيكون في الوركين بس. يعني حتى الصدر ده ما فيهوش لحم. النعامة تصفي كام كيلو لحم؟ النعماية لو هي وزنها 100 كيلو مثلا تصفي لها حوالي 40% من وزنها، يكون اكتر ممكن اقل، لان التصفيه بتختلف من النعماية يعني للتانيه. 50 او 40 كيلو؟ لا ما توصلش ل 50، بس ده طبعا تصفيه لحمه بس صافي. لحمه صافي طبعا. بخلاف طبعا الكبده والقلب والقنصه ورقبه النعمايه. طبعا كبده النعمايه بيكون وزنها من كيلو ونص ل 2 كيلو، وبعض الاحيان بتعدي ال 2 كيلو كمان. ان شاء الله كتكوت النعام طبعا اول ما بيطلع من البيضه بيطلع طبعا مغيبب كده. هنشيل طبعا الغلاف خالص دلوقتي بحيث ان مفيش حد يقول لنا في ماسكه معينه انت ماسكها بيها يعني. اكيد طبعا الكتكوت كده كامل والدنيا تمام. فتح عينه يا جماعه. كده عدى على الكتكوت ده تقريبا 10 دقايق. التطور ده مميز في حاجات كتير قوي. يعني عندك مثلا النعام وحاجات مظبوطه علميا بيعيش ل 70 و80 سنه. يعني تخيل كده واحد يجيب نعامه كده يربيها هو يموت والنعامه لسه عايشه، بيفضل ينتج بيض من 25 ل 40 سنه. وطائر مميز بحاجات كتير قوي، حتى في التربيه بتاعته بيبقى منه للشمس على طول، منه للسماء على طول. ما ينفعش مثلا احنا نسيبه في مكان زي كده وندخله بالنهار وندخله بالليل ونخرجه بالنهار والكلام ده، لا خالص. الاسره بتحتاج مساحه من 150 ل 200 متر. الاكل والشرب طبعا الاسره لها 6 كيلو علف في اليوم، بحطها 3 كيلو العصر، 3 كيلو الصبح و3 كيلو العصر.